عباد الله، إلى متى ونحن نرى المعاصي ظاهرة في كل مكان، في المنازل، في الأسواق، في الجرائد، في المجلات، في الشاشات، في المؤسسات، في المعاملات، بل قل في كل جوانب حياتنا. حرب على الله، إلى متى عباد الله ونحن نبارز كبار السماوات والأراضين بالمعاصي؟ أما نخاف؟ أما نخشى؟ هل تناسينا وعده ووعيده وعقابه؟ أنا أن نصحو أمان، أم إننا لن نصحو إلا عندما تأتي علينا الطامات والعقوبات التي بدأنا نرى نذورها تلوح في السماء، ونكون وقتها استحققناها بإعراضنا وقسوة قلوبنا. قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إن كل عاصي متخلف عن أوامر الله هو من أسباب ضعف الأمة، وكل مطيع سائر على الصراط المستقيم هو من أسباب نصرها. من صلى الفجر اليوم في جماعة فهو من أنصار هذا الدين. فأسألك بالله العظيم، هل كنت في صفوف الذين صلوا ودعوا وتضرعوا، أم كنت في صفوف المتخلفين؟ هل كنت سبب من أسباب قوة الأمة اليوم، أو من أسباب ضعفها؟ وما ظلمناهم، ولكن كانوا هم الظالمين. لابد أن نراجع الحسابات، لابد أن نراجع الحسابات، لابد على الراعي والرعية أن يتكاتفوا فيما بينهم البين لإنقاذ السفينة من الغرق، لابد على الراعي والرعية أن يتناصحوا فيما بينهم البين لإنقاذ السفينة من الغرق، وهي على وشك الغرق، إلا أن يلطف بنا الرحمن الرحيم. والله السفينة على وشك الغرق، إلا أن يلطف بنا الرحمن الرحيم. هل من توبة يا قوم؟ هلا رجعنا للغفور وللرحيم، ستذكرون يوما إن أتاكم رسول الموت بالخبر العميم، ستذكرون يوما إن أتاكم رسول الموت بالخبر العميم. فطوبى للذي قد جاء يوما بطاعات وبالقلب السليم، وتبا للذي أمضى الليالي بعصيان وذاق المستقيم. فطوبى للذي قد جاء يوما بطاعات وبالقلب السليم.